سيزا. مبروك كابتن ايمن للنادي الاهلي على الفوز والنتيجه في المباراتين والوصول للنهائي ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرم كده والنادي الاهلي ياخد النهائي ان شاء الله. كابتن ايمن، قبل ما نتكلم على المباراه كابتن اسامه كابتن هاني، خلينا النهارده يعني نحيي الاتحاد الموريتاني. الاتحاد الموريتاني النهارده بيدينا حكمين، الحكم دحام بيدا اللي هو ادار هذا اللقاء، على فكره هو ادار لقاء الاهلي والهلال في الهلال، هذا الحكم في دور المجموعات اللي هي المباراه الثانيه. زميله عبد العزيز بو ادار مباراه الاهلي والهلال اللي كانت موجوده في القاهره، النادي الاهلي فاز فيها بثلاث اهداف. الاتحاد الموريتاني كان بعيد جدا عن الخريطه الافريقيه بالنسبه للتحكيم، النهارده بنشوف حكمين من موريتانيا في افريقيا في دوري ابطال افريقيا، فده بنحيي فيه الاتحاد الموريتاني بامانه، وقف جنب حكامه، لجنه الحكام في موريتانيا، حكمين في افريقيا جداد من فتره ما شفناش. بمناسبه عبد العزيز بوه كابتن، ماتش الترجي التونسي والافريقي التونسي، وحضرتك عارف الماتشات دي بينهم وبين بعض بيبقى ديربي يعني. حكم المباراه عبد العزيز بو بالظبط. فهنا بنقول يا كابتن اسامه، بنقول ان الاتحاد ولجنه الحكام ليها دور. احنا الكلام ده احنا بنوصل رساله الاتحاد المصري ولجنه الحكام، ان لما كنتش هتقف مع حكامك مش هنشوفهم في البطولات الافريقيه. ده مبدئيا بس عشان الناس تعرف. كمان كابتن اسامه بتتكلم على الحكام القدام، لا خلاص النهارده بقت كل الحكام اللي موجوده على الساحه النهارده، بنشوف عبد العزيز بو، بنشوف دحام بيدا، بنشوف دانيال لاريا، بنشوف غرباء، يعني الحكام دي كلها امين عمر كمان ومعاه البنا ومعاه معروف، كلهم حكام جداد، ويمكن القدام خلاص يعني مش بنشوفهم دلوقتي. ودوت فكر لجنه الحكام في افريقيا اللي بتدفع بالحكام اللي هم الجداد عشان خاطر تقدر ان هي تمشي بيهم في الدولات اللي هي في افريقيا. نروح للحكم بقى النهارده، يعني بصراحه النهارده المباراه سهله جدا يا كابتن اسامه، سهله جدا جدا جدا. اول نتيجه المباراه هناك، النتيجه النهارده هنا، هدف الشحات في الدقيقه 21 سهل من مهمه الحكم الكابتن عادل جدا. روح اللاعبين، سلوك اللاعبين، الجمهور، اجواء جميله جدا جدا. ومع ذلك يمكن النهارده الحكم يعني ما اقنعنيش بامانه، في قرارات كتيره جدا جدا كانت عكسيه، في قرارات كانت دايما بتتلعب بالشكل، بتتحسب بالشكل. الحالات معانا وهنجيبها، ولكن يعني بقول المباراه سهله، ولكن الحكم النهارده يعني ما كانش على المستوى اللي المفروض النهارده يبين نفسه او يقدم نفسه بشكل كويس، مفيش ضغط عليه ابدا. ولكن خلينا نقول النهارده بمعياره هو كابتن هاني، بمعيار الحكم، انا جايب حالتين في البدايه، مقارنه ما بين احتساب مخالفه على بيرسي تاو في داخل صندوق نادي الترجي، وجايب مخالفه لبيرسي تاو، الاثنين زي بعض حسب الاولى كابتن اسامه، والثانيه هنشوفها معانا ونشوف القرارين ونشوف الحالات التحكيميه اللي موجوده معانا في هذه المباراه. خلينا نروح للحاله الاولى اللي هو الحكم دحام بيدا، هنا معاه كان الفار اللي هو دانيال لاريا من الحكم الغاني. خلينا نروح للحاله الاولى ونشوف هنا بيرسي تاو، اللعبه دي كانت تقريبا في الدقيقه 9 في بدايه المباراه كابتن ايمن، وهنا يعني مفيش مخالفه من بيرسي تاو ابدا مع اللاعب المدافع. هو استغل التلامس البسيط قوي قوي من بيرسي تاو، هو تلامس حتى مفيش تلامس يعني، استغل التلامس وسقط. هو هنا خد بالشكل لما اللاعب المدافع وقع، يعني كابتن عادل انا ماليش علاقه هنا، مفيش مخالفه تمت من اللاعب بيرسي تاو، وكان عندي فرصه هنا للاعب بيرسي تاو لما راح كان ممكن يروح ويكمل وكانت تبقى هجمه او تبقى جون، ولكن هو صفر هنا بين مخالفه. دي الثانيه هنا احيانا انت كمشاهد بتبص على الجزء اللي فوق او كحكم، خلي بالك المخالفه ممكن تكون من فوق ابن اسامه، ممكن تكون من تحت من رجلك. صح. انا معايا النهارده الحلقه هوريك ازاي ان هنا الركبه هنا اليسرى بتاعت محمد بن حميده اللي هو المدافع رقم 20، الركبه هنا في السمانه بتاعت او في قدم او في رجل بيرسي تاو، دفع هنا موجود، خطا باهمال وركله جزاء كابتن عادل. بمعيار الحكم في احتساب المخالفات اللي احنا شفناها دي كلها، كان لابد من هنا احتساب ركله جزاء لبيرسي تاو بامانه. لو معانا الحاله هوريك ازاي هنا بالركبه هنا كان في دفع للاعب مش من فوق، فوق ما كانش في حاجه، ولكن هنا الخطا كان من القدم او من الركبه اللي هي اليسرى للاعب الترجي بن حميده ضد بيرسي تاو، وهنا الحكم ما حسبش
وهنا كان يجب على الفار كابتن اسامه كان يستدعي الحكم لان دي حاله من الحالات المهمه دي كانت ركله جزاء لم تحتسب لبيرسي تاو.